الياسمين نوع من أنواع الأزهار، لها أزهار بيضاء أو قرنفلية أو صفراء، ولها رائحة عطرية رائعة وجميلة. تلقب بملكة الزهور لأنها تستخدم منذ القدم في صناعة العطور. تنمو في مناطق حوض البحر المتوسط والمناطق شبه المدارية. أزهار الياسمين معالجة مشاكل الجلد، فهي آمنة على الجلد، ويفضل أن تستخدم مخلوطة مع بعض الزيوت كزيت اللوز الحلو وزيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند، فعالة في إزالة الروائح غير المرغوب بها مثل رائحة العرق. تساعد في الحصول على بشرة ناعمة من خلال أخذ قطرات من زيت الزهرة ووضعها في ماء الاستحمام. تخفف من علامات الندوب والتمدد والجروح وحروق الشمس التي قد يعاني منها الجلد إذا استخدمت ممزوجة بالفازلين. تعتبر بلسمًا طبيعيًا للشعر المجعد، وذلك بغلي 15 زهرة من الياسمين بالماء، ثم تترك لتبرد، ثم يشطف الشعر بماء نقي. تطول وتقوي الشعر وتمنحه اللمعان وتحافظ على لونه الطبيعي. تقضي على قمل الشعر بوضع القليل من زيت الزهرة على فروة الرأس والشعر، وتحافظ على رطوبة فروة الرأس وتمنع من تساقط الشعر. تقلل من الاكتئاب والإجهاد، وذلك من خلال استنشاق رائحة الزهرة الرائعة، أو من خلال الدهن بزيت الزهرة، أو إضافتها إلى مياه الاستحمام. تعمل كمطهر للجهاز التنفسي وتخفف من السعال.